ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. انا اميرة الجهري ودي قناتي قناة حكايات برنسس. النهاردة هنتكلم في موضوع الحقيقة انتوا طلبتوه مني كتير جدا، واحنا اتكلمنا فيه قبل كده في حاجات، ولكن النهاردة هنتكلم عنه بتعمق اكتر، او في موضوع يعني ملفت للانظار كان اكتر. النهاردة هنتكلم على موضوع ما وراء الطبيعة. النهاردة هنتكلم عن قرية أشلي. قرية أشلي قرية أمريكية اختفت من على وجه الأرض دون أي سابق إنذار، أو من غير ما أي حد في الوجود يعرف السبب. بداية قبل ما نتكلم في الموضوع، أنا بعتذر لكل الناس اللي إن أنا غبت عنكم لمدة شهر، وده الحقيقة كان لظروف خارجة عن إرادتي. وانتوا عارفين المونتاج والتصوير وتحضير الموضوعات بياخد وقت طويل جدا، وانا ما كانش الحقيقة عندي وقت، لاني كنت عندي ظروف ان انا كنت بنقل من مكان اقامتي لمكان تاني، يعني في نفس المكان ولكن من بيت لبيت تاني. وطبعا انا بشكر كل الناس اللي سألت عليا واهتمت وبعتت لي، وكانوا قلقانين عليا وخايفين اني اكون مريضة. انا الحمد لله ما كنتش مريضة، وانا الحمد لله بكل خير ونعمة من ربنا، ولكن هي كانت ظروف النقل بس اللي ما كانتش مخلية عندي وقت اني اصور ومنتج ونزل فيديوهات على القناة. وتاني بشكركم جدا على سؤالكم عليا واهتمامكم والمسجات اللي بعتوها لي. النهاردة زي ما قلنا هنتكلم على موضوع ما وراء الطبيعة. احنا النهاردة هنتكلم عن قرية امريكية، قرية صغيرة جدا اسمها قرية أشلي، وهي مقاطعة مسؤولة عنها قرية اكبر شوية واسمها هاينز. قرية أشلي فيها تقريبا 1000 نسمة او اقل شوية، ولكن مقاطعة هاينز كانت اكبر من قرية أشلي، وعشان كده ما كانش فيه في أشلي اي دائرة حكومية او مركز شرطة، وكان المسؤول عن قرية أشلي مركز شرطة مقاطعة هاينز. وهاينز كان فيها كل الدوائر الحكومية واسم الشرطة اللي مسؤول عن أشلي. في يوم من ايام اغسطس سنة 1952، ولكن هما مش محددين للأسف، المصادر مش محددين اليوم، ولكن هو يوم من أيام أغسطس، ابتدت تتوالي فجأة مكالمات كتير جدا من سكان قرية أشلي بيطلبوا النجدة على من مخفر الشرطة اللي موجود في هاينز، وهو مخفر الشرطة المسؤول عنهم. ضباط والناس يعني أفراد الشرطة الموجودين في اسم الشرطة في هاينز ابتدوا يلاحظوا ان في ناس كتير جدا ابتدت تتصل وتقول الحقونا، في سحابة سودة كبيرة جدا ظهر في سماء القرية وبيطلع منها برق في اتجاه القرية. ولكن الضباط في الاول افتكروا ان هي مسحة، او ان حد يعني بيهزر معاهم، او حد بيعمل فيهم مقلب، لان القرية تبعد عن المقاطعة بحوالي من 5 لـ10 دقايق بالعربية، فما اهتموش في الاول. ولكن ابتدت تبقى في مكالمات كتير جدا لاسم الشرطة، وكل المكالمات بتستنجد باسم الشرطة وبرجال الشرطة ان الحقونا الفتحة اللي موجودة او السحابة السوداء اللي موجودة في السماء ابتدت توسع جدا، وابتدت تاخد حجم اكبر وتقريبا بحجم القرية كلها، والبرق اللي بيطلع منها في اتجاه القرية ابتدى يزيد. فعلى تاني يوم الصبح ابتدى رجال الشرطة يلاحظوا ان كمية المكالمات بقت كمية مكالمات كبيرة جدا، فقالوا لما نروح نشوف في ايه، يعني مش ممكن تكون كل الناس دي بتمزح معانا او عاملة فينا مقلب. الضباط اللي في اسم الشرطة وكلوا عنهم ضابط زميلهم اسمه ألان، الحقيقة مش فاكرة بالضبط اسمه ألان ايه، ولكن قالوا له روح قرية أشلي
اللي بتبعد من 5 ل10 دقايق عننا، وشوف ايه اللي بيحصل بالظبط هناك، وتعالى او على الاقل كلمنا من هناك لو احتجت ان احنا نجيلك فلدعم يعني. فابتدى ألن يركب عربيته، والطريق من هاينز لأشلي زي ما قلنا كان بياخد أقل من 10 دقايق، ولكن كان كمان طريق على طول، يعني مفيش لفات مفيش اعوجاج في الطريق، الطريق دايركت من هاينز لأشلي على طول يوصلوا القرية. فابتدى الضابط ألن يركب عربيته ويتجه من هاينز لقرية أشلي، ولكن كان كل ما بيمشي في الطريق وبيبتدي يوصل على أبواب قرية أشلي بيلاحظ أنه ينزل من العربية، يبص يلاقي نفسه رجع تاني وموجود في هاينز. ف يعني اللي بيحصل ده مش طبيعي، فابتدى يمشي على الطريق تاني ويتوجه لقرية أشلي، ولكن بعد شوية بعد الوقت اللي المفروض أنه هو خلاص بقى على أبواب قرية أشلي يرجع ينزل من العربية يلاقي نفسه تاني رجع هاينز. ف5 6 7 مرات فابتدى يحس ان لا في حاجة مش طبيعية، فلف ورجع على اسم الشرطة بتاعه عند زمايله، وابتدى يحكي لزمايله اللي بيحصل معاه. طبعا زمايله في الاول ما صدقوهوش وقالوا ان لا انت اكيد بتهزر، او انت اكيد عامل فينا مقلب، او يعني انا لو رايحة مشوار العادي ان انا اركب عربيتي واوصل امشي على الطريق فهوصل في النهاية للمكان اللي انا رايحة، مش ممكن ان انا بعد ما امشي مسافة من الوقت وابقى على اعتاب المكان اللي انا رايحة ابص لي فجأة الاقي نفسي رجعت لمكان اللي انا انطلقت منه تاني، ده شيء مش طبيعي. فابتدى بالتالي زمايله يستغربوا جدا ايه اللي انت بتقوله ده، ولكن ابتدت تاني ترجع المكالمات ان هم يستنجدوا بيهم اهل قرية اشلي ان لا الحقونا الفتحة بتوسع اكتر واللي بيحصل عندنا غريب وتعالوا شوفوا ايه اللي بيحصل. ابتدى على تاني يوم اللي هو يعني تالت يوم الصبح سرب من العربيات بتاعة الشرطة، حوالي 7 عربيات شرطة ابتدوا يركبوا فيها الشرطيين وابتدوا يتوجهوا كالسبب وراء بعض لقرية أشلي عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل هناك، والناس دي مش ممكن تكون كل الناس دي بتمزح معانا او عاملة فينا مقلب، اكيد فعلا في حاجة خطيرة بتحصل هناك. فابتدوا يتجهوا لقرية أشلي، ولكن نفس اللي حصل مع زميلهم ألين هو اللي كان بيحصل معاهم، ان هما كانوا بيمشوا في الطريق متوجهين من مقاطعة هاين لقرية أشلي، ولكن كل ما يوصلوا لأعتاب قرية أشلي يلاقوا نفسهم رجعوا تاني لهاين 6 7 مرات. فلفوا ورجعوا تاني على اسم الشرطة وابتدوا يتصلوا بالعمدة بتاع مقاطعة هاين ويحكولوا اللي بيحصل معاهم واللي حصل لزميلهم والمكالمات الغريبة اللي بتيجي من قرية أشلي تستنجد باسم الشرطة. العمدة أخذ طيارة هليكوبتر وابتدى يروح على يتجه في طريق لقرية أشلي عشان يشوف إيه اللي بيحصل، ولكن بعد ما وصل عند قرية أشلي ابتدى يلاحظ إن القرية أساسا مش موجودة، القرية ملهاش اي وجود في الطريق اللي هو راحه، يعني مكان ما هي موجودة هو طاير فوقيها، ولكن القرية ملهاش اي وجود للناس ولا البيوت ولا الشوارع بتاعتها، مفيش حاجة موجودة. فالعمدة بعد ما قعد يلف فترة طويلة جدا من الوقت لف ورجع تاني على مقاطعة هاين. بعد ما لف العمدة فوق قرية أشلي اللي مش موجودة، وبعد استغرابه رجع العمدة لمكانه في قرية هاينز وابتدى يتكلم مع الناس وابتدى يتصل بالولاية ويقول لهم ان قرية
وقاية أشلي اختفت من على وجه الأرض في كل بيوتها وشوارعها وسكانها، وإن هو بنفسه راح وركب طيارة هليكوبتر واتجه في اتجاه القرية ولف فوق سماء القرية كلها وملقاش للقرية ولا للناس اللي فيها أي وجود. ولكن بعد كذا يوم طبعا كانت انقطعت خلاص الاتصالات من قرية أشلي اللي كانت بتيجي لمركز الشرطة، وابتدى الناس في مركز الشرطة والعمدة والحكومة يعني يستغربوا ايه اللي حصل، يا ترى الأرض انشقت وبلعت القرية ولا في ايه بالضبط اللي حصل للقرية، وايه مصير الناس اللي موجودين فيها او اللي كانوا موجودين فيها. ولكن بعد عدة ايام كنا وصلنا لتقريبا نص اغسطس اللي هو 15 اغسطس 1952، ابتدت تيجي مكالمة من قرية أشلي لمركز شرطة هاينز، واللي رد عليها ضابط من مركز الشرطة، وكانت مكالمة مسجلة. ابتدت واحدة اسمها أبريل تتكلم ان هي من سكان قرية أشلي، وان قرية أشلي ما اختفتش وان هم لسه موجودين، وان في حاجة غريبة بتحصل في القرية. والست كانت بتتكلم وهي مفزوعة جدا وبتعيط، والخوف والرعب باين على صوتها في المكالمة وبكائها واضح في المكالمة ومن أثار الرعب اللي هي فيه. وابتدت تقول للضابط ان هي قافلة كل بيبان وشبابيك بيتها عليها، وان هي مستخبية في الخزانة بتاعت الملابس وقافلة عليها وهي بتكلمه، لان كل الأموات اللي ماتوا على مدار السنين اللي فاتت في قرية أشلي رجعوا تاني للحياة، ومن الأموات دول ابنها اللي الشاب اللي توفى من حوالي سنة وتوفى أثار حادث على الطريق، كان راكب الدراجة أو يعني الموتوسيكل بتاعه وماشي على الطريق وسيارة صدمته وتوفى في الحال، وإن هي شافت ابنها بنفسها، شافت وش ابنها وشافت الأموات اللي كانوا موجودين وأحياء في القرية وتوفوا خلال السنين اللي فاتت كلها، وهي كانت تعرفهم لأن هي من سكان القرية طبعا، وكانت تعرفهم قبل ما يتوفوا، شافتهم بنفسها إن هم رجعوا للحياة وبيمشوا في شوارع القرية وبيخبطوا على أبواب البيوت بتاعة القرية. ولكن الشيء الغريب وفي أكتر كمان من أن الأموات رجعوا أحياء تاني وبيمشوا في الشارع، أن كل ما أحد الأموات دول يخبط على بيت من بيوت القرية وحد يفتح، وبمجرد دخول أي حد من الأموات دول لأي بيت من بيوت القرية البيت ده كله باللي فيه بيولع. فبتاع يعني الضابط في مركز الشرطة أكيد انصدم، والعادي والطبيعي أنه مستغرب من اللي بيسمعه، يعني إيه أموات رجعت للحياة، أموات ماتوا من سنين رجعوا للحياة مرة تانية وماشيين في الشارع وبيتكلموا وبيخبطوا على البيوت، وكمان أن أول ما حد فيهم بيخبط وحد بيفتح له وبيدخل بيت من بيوت القرية البيت واللي فيه بيولعه. برغم استغرابه للي هي بتقوله ورغم انه حاسس ان اللي بيسمعه ده طبعا شيء مش طبيعي ومش عادي، الا انه كان بيحاول يهديها لانه حاسس من نبرات صوتها بالانهيار بتاعها، وان هي انسانة منهارة وهي بتتكلم ومصدومة وبتعيط وحاسة برعب شديد جدا، وده كان واضح في صوتها في المكالمة التلفونية اللي معي. ولكن الست ابتدت تقسم له ان هي شافت ابنها اللي توفى من سنة بنفسها، وان ابنها موجود في الشارع، وابتدى وهي بتوصف له وبتعيط الضابط فجأة سمع صوت تكسير إزاز من المكالمة. فجأة ابتدى يحس ان في حد خبط الإزاز بتاع الشباك بتاع الست اللي بتكلمه على الخط الناحية التانية، وان الإزاز ده اتكسر
وفجأة سمع صوت طفل صغير بيقول أمي وبينادي عليها، وفجأة سمعها وهي بمنتهى الرعب بتصرخ بطريقة هستيرية وبتصوت وبتستنجد، وفجأة الخط اتقطع. طبعا الضابط بعد كل اللي بيسمعه ده أكيد اتصدم، ولكن الحاجة المفيدة في الموضوع ان المكالمة دي كانت مكالمة مسجلة، فأخذ التسجيل بتاع المكالمة وراح لرؤسائه في مركز الشرطة وابتدى يقول لهم على المكالمة اللي حصلت معاه ويسمحهم المكالمة المسجلة. كلهم طبعا مصدومين ان ازاي القرية اختفت والناس اللي فيها اختفوا وما لهمش وجود ومحدش قادر يوصل لهم، وحتى لما شافوهم بالهليكوبتر من فوق القرية مش موجودة، الناس مش موجودة، شوارع القرية والبيوت اللي في القرية والأماكن اللي في القرية كلها مش موجودة، وفي نفس الوقت في حد من القرية يقدر يتصل بمركز الشرطة وبيتكلم، وإن إزاي الست دي عملت المكالمة من القرية رغم إن القرية أساساً هم راحوا بنفسهم وتأكدوا إنها مش موجودة، وإن الست دي الكلام اللي بتقوله كلام مش طبيعي ومش منطقي، يعني إيه الأموات رجعت وابنها كمان من ضمن الأموات، وإن الأموات ماشيين في الشارع وبيتكلموا وبينادوا على سكان القرية وبمجرد ما بيدخلوا البيوت بتولع لوحدها يعني. فابتدوا يستغربوا للي هما بيسمعوه واللي هما شايفينه بنفسهم، ان يعني مكان مش موجود واهله مش موجودين. فابتدوا مع الوقت يبحثوا تاني عن قرية اشلي، وابتدى يطلع سرب من الطائرات تاني لقرية اشلي عشان يدور عليها ويشوف ايه اللي بيحصل فيها، لانها يعني ما هي يا موجودة وجا منها المكالمة يا مش موجودة، انما مكان مش موجود ازاي بتيجي منه اتصالات او مكالمات تليفونية. ولكن بعد ما وصلوا تاني ما لقوش مكان قرية اشلي اي بيوت ولا اي ناس ولا اي شوارع ولا اي معالم تدل اساسا على ان كان في يوم من الايام مكان او ناس قائمين في المكان ده، ولكن كل اللي وجدوه حفرة كبيرة جدا لونها اسود في الارض، مكان القرية بحالها حفرة عميقة جدا لونها اسود وفوقيها في السماء سحابة سودة كبيرة جدا بحجم الحفرة اللي في الارض، ومش موجود اي اثر لاي حد ولا لاي شيء من القرية. الغريب في الموضوع ان تاني يوم بعد ما شافوا الفتحة بنفسهم العميقة واللي لونها اسود في الارض واللي هي تقريبا عمقها وطولها كدائرة تقريبا كيلو متر مربع، رجعوا تاني يوم لتاني لقرية اشلي عشان يشوفوا الفتحة دي تاني وايه اللي حصل فيها. ولكن الغريب في الموضوع ان هما حتى الفتحة دي ما لقولهاش اي اثر. تاني يوم وبعد اقل من 24 ساعة ملقوش للفتحة دي اي اثر موجود، يعني لا الفتحة موجودة ولا القرية موجودة بشوارعها وبيوتها والملاجئين اللي كانوا عايشين فيها واللي تعدادهم تقريبا 1000 انسان، ولا اي حاجة موجودة. واختفت قرية اشلي من على وجه الارض وكأنها لم تكن. ولكن كمان اللي ما قلتوش في الموضوع ان وهم رايحين اول يوم علشان يشوفوا القرية بتاعت اشلي، ولما فجأوا بالفتحة دي حصل زلزال قوي جدا وقوته تقريبا 7 على مقياس الزلازل. وتاني يوم وهم رايحين يشوفوا الفتحة تاني اتكرر الزلزال تاني بنفس المقياس اللي هو 7، واختفت القرية للأبد، لدرجة ان الحكومة الامريكية بعد ما حصل اللي حصل ده لقرية اشلي
اخفت كل المستندات اللي بتقول ان في يوم من الايام قريه اسمها قريه اشلي كانت موجوده في الولايات المتحده الامريكيه. ولكن الشيء الوحيد اللي ما قدروش يخفوه هو المكالمه اللي حصلت من ابريل، الست اللي اتكلمت من القريه بعد ما القريه اختفت. والمكالمه دي اتكلمت عنها كل الصحف الامريكيه واتكلموا عنهم، اتكلمت عن المكالمه كل الناس في امريكا، وكمان اتكلمت عنها كل المواقع الالكترونيه بعد ما انتشر الانترنت في امريكا. والمكالمه دي كانت الدليل الوحيد على وجود قريه اسمها قريه اشلي في امريكا، واختفت سنه 1952. الحقيقه ان دي كانت من اغرب الظواهر اللي حصلت على الكره الارضيه في يوم من الايام او على وجه الارض، لان الحقيقه انا مؤمنه تماما بان الكره الارضيه مش كره، وان الارض بتاعتنا ارض مسطحه. ولكن ده موضوع هنتكلم فيه بعدين. المهم ان القريه اختفت بكل الناس اللي فيها. والحقيقه ان العلماء لما يعني حاولوا يدرسوا الظاهره دي ملقوش غير ثلاث تبريرات ممكن تكون واحده منهم هي اللي حصلت للقريه. الحقيقه ان الثلاث تفسيرات اللي طلعوا بيهم، تفسير منهم طلع بيه علماء الجيولوجيا وقالوا ان الزلزال اللي حصل لمده يومين متتاليين هو كان السبب في ان حصل ثقب عميق في الارض وابتلع قريه اشلي بكل اللي فيها. وده الحقيقه تفسير مش منطقي، لان المكالمات اللي كانت بتحصل من اهل قريه اشلي كانت بتحصل قبل الزلزال. يعني الزلزال حصل في اليوم اللي راح فيه العمده بالطياره، وده كان ثالث يوم للمكالمات. وتاني يوم لما حصل الزلزال كانت بالفعل قريه اشلي اختفت ومش باينه من الطيارات اللي راحت تدور عليها غير حفرة. والمكالمات دي كان يعني كانت قبلها بثلاث او اربع ايام. فده الحقيقة تفسير بالنسبة لي انا مش منطقي. يعني انا مش هتنبأ بزلزال هيحصل بعد ثلاث ايام فابتدي اتصل بمراكز الشرطة واستنجد بيهم، لان الزلزال حصل ثالث يوم. فما كانش لسه لما الناس ابتدت تتصل وابتدت الاتصالات تنهال على مركز الشرطة في هاينز، ما كانش لسه حصل اي زلزال. اما التفسير الثاني اللي طلع بيه الناس ان هو ان الثقب الاسود اللي كان في السماء والسحابة السوداء الدائرية اللي على حجم القرية وكانت بتكبر، ان ده صح طائر وفي فضائيين اختطفوا اهل السكان بتوع اشلي واهل القرية، وان هما اللي اخفوا القرية من على وجه الارض. اما التفسير الثالث، وده برضو الحقيقة تفسير غير منطقي وغير علمي في نفس الوقت، ان قرية اشلي بناء على المكالمة اللي قالتها السيدة ابريل ان هي الاموات رجعوا، وان الاموات بيسيروا في الشارع ماشيين في الشوارع، وان الناس اللي ماتت من سنين وبما فيهم ابنها هي شايفاهم ان هما ماشيين في الشارع وبتكلموا مع بعض، وبمجرد ما بيدخلوا البيوت بتولع، ان القرية باللي فيها كسكان وبيوت ذهبت الى الجحيم. والحقيقة ان ده يعني تفسير غير منطقي بالمرة بالنسبة لي. يعني ايه 1000 بني ادم عايشين فجأة اختفوا من على وجه الارض ببيوتهم المواشي بتاعتهم بعربياتهم بشوارعهم وذهبوا الى الجحيم؟ يعني اكيد احنا هنتحاسب وفينا ناس هتروح النار وناس هتروح الجنة، بس ده بعد ما نموت. يعني ربنا اكيد ارحم من انه ياخد عاطل على باطل كده والقرية باللي فيها ياخدهم للجحيم. يعني مش منطقي الكلام ده الحقيقة. ولكن
قاية أشلي اختفت، وده الشيء اللي لافت للأنظار، وده الشيء اللي بيخلينا نقول إنه الموضوع في ما وراء الطبيعة، لأن مش طبيعي ومش منطقي إن قرية بكل اللي فيها تختفي من على وجه الأرض. وما زالت لحد النهاردة مكالمة السيدة أبريل موجودة على المواقع الإلكترونية وخصوصا المواقع الأمريكية. ده كان موضوعنا النهاردة، أتمنى إن الموضوع يكون عجبكم، وإن تدعموا القناة بلايك وشير، واللي مش مشترك في القناة ياريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، ونتقابل قريب إن شاء الله، وأشوفكم على خير. باي باي وشكرا لي.